السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. كدي لاباس عليكم، كي درتوا مع البرد؟ اليوم بغيت نشارك معكم واحد المنتوجة توصلت بها من موقع بانغوت. كالعادة كنشكر بفضل الله وفضلكم نتوما كتوصلني هاد الهدايا والمنتوجات. نبداو على بركة الله. اول حاجة هاد الخلفية صراحة زوينة، ما نقولش لكم شحال سخونة، وتا حتى الخدمه ديالتها زوينه. هذه خداها ولدي الكبير ديال البرد. بالنسبه للثمن غتلقاو في الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله. كاين فيها الوانات، فيها وقيلة الحمار والكري والصفر والغوز، المهم هادو كيخدموا للبنات والولاد، فيهم الوانات البنات والولاد. كما كتشوفوا راه كيوصلوا في لومبالاج زوين، يعني ما تخافوا زعما عليهم يتهرسوا ولا. وخديت هادو زوينين عجبوني. هادو كتوصل لكم هاد الباكيه فيها 50 50، هما من البلاستيك هادو، يعني وحده راه كتبقى شحال عاد ممكن تخسر ولا تقطع. مثلا هادو كديروا فيهم لي ساندويتش للدراري ولا المهم الماكله للولاد الصغار. انا كنخليت من قبل ريحانه حيت كتدي معاها الفطور ديالها. زوينين بحال هكا، مثلا هاد الكوكيز هذا كما كتشوفوا، مثلا غنهز لها ربعه كنديرهم وكنسدها هكا. منظرها راقي كما كتشوفوا، زويونه وعمليه. بعض المرات كتكون احسن من البواطه الا كانت غير حاجه هكا. انا حيت كدي غير الفطور كنعطيها هذا ونعطيها قرعه الحليب. بالنسبه لهاد الكوكيز الا بغيتو نحطها لكم، انا ما حطيتوش لكم حيت هو صحي 100% بدون شك، انا ما فيه لا سكر لا زبده لا زيت، طبيعي طبيعي 100% بالشوفان. اللذه ما لديتش ولكن صحي. هذاك الشيء ما بغيتش نحط لكم حيت ما بنيش زعما، ولكن صحي مزيان. كنعطيه للبنيه في الصباح كتفطر به. بالنسبه لهاد لي موتيف هادو، هاد اللعيبات كاين في صور اخرى، كاين هاد الوجيه وقيده وحقيله ارنب يمكن ولا، المهم كاينين مشكلات متعددين. وكما كتشوفوا زوينين بزاف، والثمن ديالهم ما غاليش، حتى غتلقاوه ان شاء الله الرابط تاعو اسفل الفيديو. وهذه واحد السنيسله خداتها نهيله، كتجي هذه هي الاولى، كتجي قابطه على العمق، وكتجي هاد السنيسله طويله كتجي من فوق منها هكا، كتجي طويله على الاخرى. وهذا واحد الغطاء ديال الثلاجه، انا كنت كيسحب لي توب فاش عزلته، كنت كيسحب لي توب ولكن هو بلاستيك. كنديرو فوق الثلاجه وعنده هنا الجيوبه كما كتشوفوا، ثلاثه هنا وثلاثه هنا. بالنسبه اللي بغى يدير البريكه، اللي بغى يدير شي حاجه اللي ديما كتبقى تالفالي، راه كيخيطوهم الناس بالتوب. بالنسبه للرابط غتلقاو اسفل الفيديو تاعو ان شاء الله. هذه حيت كتهرس جابها لي الفاكتور تاع الباب. وبالنسبه لشي حوايج انا كنمشي ليهم، هذه زوينه، هذه واحد المنظم ديال سيليكوموندات كما كتشوفوا، فيه ربعه، لا فيه هنايا فيه هاد الجوج هذا وفيه هادو وفيه هادو. كما قلت لكم هذه منظم ديال سيليكوموندات اللي عمليه وزوينه، وحتى المنظر ديالها حتى هو زويون، البلاستيك تاعها زوين، والثمن ديالها ما غاليش كما قلت لكم، حتى هو الثمن ديالها بالمقارنه معها هي ثمنها بسيط. هذه ديال البزار كانت عجباني، عود الثمن تاعها رخيص، انا شفتها في مرجان صراحه، وماشي زعما هكا صحيحه، ولقيتها شويه غاليه بالمقارنه مع الثمن تاعها اللي رخيص بزاف. غنخلي لكم الرابط تاعو ديالها اسفل الفيديو. هذا اللي كيقيس لنا لا طومبيراتور ولا الحراره ديال الزيت ديال اللحم ديال، نشوفوا شحال خصنا مثلا نطيبوا فيه، مثلا اللحم شحال خاصو، الزيت شحال خاصو يسخن. هذا المحرار تا هو الثمن ديالو راه ما غاليش وزوين. هذا ديك البواطه ديال الماكياج اللي قلت لكم داك النهار نساوها، ها هي جات صيفطوها ليا نوريها لكم. ها هي كما كتشوفوا هاد اللوينات اللي فيها، والثمن ثمن رخيص بزاف، والجوده ما نعرف باقي ما جربتهاش، ولكن ملي نجربها نقول لكم كدير الكاليتي تاع هاد الماكياج. نجربها ونرد عليكم ان شاء الله. واخر حاجه هو هاد التصويق، صراحه عجبني.
بحال المنظم هذه ما مضر ليا دوايا فيما بغيت الدواء خاصني نبقى نقلب. حطيته هنا خليته هنا وديت هنا درت الدواء. الله يشافينا ويعافينا ويشافي جميع المسلمين يا ربي. الا اللي كتب على شي حد المرض جمعت هنا الدواء ديالي. بالنسبه للاخوات سولوا عليا البارح يسول فيكم الخير والرباح. مشيت عند كالعاده عند الطبيبه ديال الكواط خرجت لي الدواء ديال الطونسيون وهذا الدواء ديال نقص فيتامين دي هو خرجاتو ليا. كما قلت لكم درت الدواء هنا وعاود كتسدو بهاد السنيسله وعاود هاد البليصه فيها جوج ديال الطبقات. طبقه درت فيها الدواء وطبقه زعما خصكم دايره الماكياج زعما. المهم هادو كريمات ديال الرجلين وديال اليدين. هادو ديال اليدين هادي ديال الوجه وزعما العكرته والمنجره نجرب باش كنجرب القلمات. المهم هنا كديروا القلمات كديروا العكوره. المهم زوينه وكتجي معها هاد المرايه. المهم هادي زوينه بالنسبه للسفر. انا فاش كنبغي نسافر كندي الدواء ديالي غير في ميكا. صراحه عجبني على قبل هكا جامع كلشي وفيه اللوينات فيه الكرونه فيه الماغون فيه وقيله البيج وفيه لوينات زوين والثمن ديالو ما غاليش بزاف كما قلت لكم. صافي هادي هي الهدايا توصلت بها ولا المنتوجات توصلت بها. بالنسبه كتسولوني على الطريقه كيفاش الا بغيتو تقداو اشنو ديروا انا غنوريكم ان شاء الله. اللي بغات تقداو ولا تاخذ شي حاجه انا غنوريها لكم ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تشريو اللي ما كيعرفش من هذا الموقع ديال بانكول. مثلا غنحط الفيديو غتمشيو لهاد غتديروا عرض المزيد وتختاروا الحاجه اللي بغيتو تشريو. مثلا نشوفوا حنايا مثلا شكاره ديال الظهر كتوركوا على الرابط كنقول لكم الصفحه ديال بانكول كتمشيو كتختاروا اول حاجه كتختاروا اشنو كولور بغيتو. كاين الكحل نديرو مثلا حنا بغينا كحل نوار غنمشيو غنديرو ديك اش دي كتنقلك واحد الصفحة كتحدد فيها مثلا شنو باغي تشري. مثلا حسن داير بسطام درت بيه تجربة قبل ما نصور كتمشيو غتحدو مثلا بغيتو توصل بسطام غتوركو على هادي واش بغيتو غتحيدوها. المهم حنا بغينا مثلا غير شكارة غنوركو. لا بغيتو تشريو من باي بال غتشريو من باي بال. بغيتو تشريو من كارت بونكيغ عندكم شريو منها. صافي هنا كتدخل المعلومات ديالكم سميت العائله ديالكم سميتك فين ساكن اين بلاصه في المغرب مثلا الفيل ديالك لادريس وكديروا الكود بوستال وكديروا رقم ديال التليفون ديالكم. انا ندخلو ونكمل معكم. صافي كيف ما كتشوفوا بعد ما دخل داكشي المعلومات ديالي انا هادو درتهم باسورد باش ما يبانوش. دابا انريجستري. صافي من بعد كندخل لكم هذه الصفحه هذه غنمشي نحدد باش بغيتي تشري. كاين باي بال كاين كريديت اوف دي بي كارد نوركم مثلا على هادي ونديرو فيغ لو كوموند. صافي ملي كتوركو هنا كطلع ليكم هاد الصفحة هادي. هنا كديرو في الرقم ديال الكارد ديالكم. أنا هادشي ديال لي كارد ما عنديش معاه بصراحة. إلا كانت عندكم كارد بونكير راه غتفهمو ليه. صافي كديرو بليس يور أوردر. صافي كتشريوها بالمعنى هذا. كتسناو حتى كتجيكم لداركم. على حسابنا في مراكش مكتجيناش حنا من الدار كتجينا لواحد البوست سميتو كرونو بوست. كنمشي نيتلاها أنا نجيبها. صافي وكنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشرح هذا حتى ما كنعرفش نشرح ونخليكم مع الوالده. وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تعجبكم وهذه المنتوجات تكون عجباتكم. وكيف العاده خليت لكم الراحه وفي امان الله.